أتشرف سيدي الرئيس بتسليمكم شهادة المواطن الشرفي لبلدية الجزائر الوسطى عرفانا لنضالكم ومجهوداتكم المعتبرة المبذولة في توصيد العلاقات الأخوية الشعبية والرسمية بين الجزائر والصحراء الغربية. التكريم والتشريف هو للشعب الصحراوي، لمقاومة الشعب الصحراوي، لصمود الشعب الصحراوي، لكفاح الشعب الصحراوي، ولتقوية وتمتين علاقة الأخوة والصداقة والتحالف بين الشعبين الجزائري والصحراوي، بين الدولتين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والجمهورية الجزائرية.